هذه النشرة برعاية ليبا بريد إسي مابلر. أخبار نهاية الأسبوع من شبكة الكومبس، أهلا بكم. وزير الداخلية أندي جيجمان يسعى إلى تشريعات قانونية جديدة في السويد تتيح أن يكون للشرطة والسلطات المحلية ومؤسسات الرعاية الصحية القدرة على تبادل المعلومات بشأن الإرهابيين المشتبه بهم. وبحسب الوزير فإنه من الصعب على الشرطة والخدمات الصحية ومؤسسات محلية أخرى حتى الآن التعاون حول الإرهابيين المشتبه بهم، لا سيما الجهاديين الذين يعودون من سوريا. وهذا ما تم انتقاده لسنوات من قبل مؤسسات الخدمات الاجتماعية المختلفة وبالتحديد المنسق الوطني للتطرف. لكن الوزير أكد على ضرورة المضي قدما في تغيير قواعد السرية بحيث يمكن للشرطة والبلديات تبادل المعلومات. محكمة مالمو تحاكم رجلا في الثلاثين من عمره مشتبها برميه قنابل حارقة على مقر جمعية إسلامية، فيما وصف الادعاء العام ما جرى بأنه هجوم من داعش على الأراضي السويدية. المشتبه به أنكر الجريمة مدعيا بأنه ليس من المتعاطفين مع داعش. وكانت قنابل حارقة قد ألقيت في وقت مبكر من صباح الحادي عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على مبنى نظم فيه حفل للطائفة الشيعية قبل وقوع الحادث، فيما لم يصب أي شخص بأذى ولم تعثر الشرطة على أي أثر للمشتبه به في موقع الحادث. لكنها اعتمدت لاحقا على الأفلام الدعائية وصور لعلم داعش وأثاره لحوار على الفيسبوك عبر من خلاله المشتبه به برغبته في الموت شهيدا. دائما في مالمو شاب يبلغ من العمر 23 عاما قتل بعد إطلاق النار عليه في تلك المدينة يوم أمس، فيما ذكرت الشرطة أن الضحية كان شاهدا على جريمة القتل التي تعرض لها الشاب العراقي أحمد عبيد في المدينة نفسها، وذلك في شهر كانون الثاني يناير الماضي. وكان أحمد قد لقي حتفه أثناء وقوفه في موقف للحافلات في منطقة روزنغورد بمدينة مالمو، ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به بالجريمة منذ ذلك الحين. من جهتها صحيفة أفتن بولادت وبعد أيام من وقوع تلك الجريمة أجرت اتصالا عبر البريد الإلكتروني مع شخص ذكر في العديد من المنتديات بأنه هو من التقط صورة أحمد بعد قتله. كما ذكر الشخص الذي لم يشأ الكشف عن اسمه بأنه على دراية بمرتكب الجريمة، لكنه أوضح لاحقا أنه يخشى على سلامته الشخصية، وهو ما حدث يوم أمس. وشرطة في مالمو على إثر ذلك ألقت صباح اليوم القبض على 7 أشخاص بتهمة قتل الشاب الشاهد يوم أمس الخميس، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من المعلومات. وطوقت منطقة واسعة نسبيا حول مكان الحادث ووضعت تقنيات ومعدات خاصة للتحقيق مع استخدام الكلاب البوليسية. وفي حوالي الساعة 6 صباحا صباح هذا اليوم أعلنت عن قيامها باعتقال الأشخاص 7 المشتبه بهم. سياسيا، رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين يجتمع مع أحزاب كتلة يمين الوسط المعارض، وذلك من أجل مناقشة ما يوصف بكيفية إيقاف محاولات قوى خارجية التأثير على الحملة الانتخابية السويدية. المجتمعون ناقشوا تقارير التهديدات التي تواجه البلاد والصدر عن جهاز الأمن سيبو، فيما يشارك حزب سفيريا ديمقراطنا في هذا الاجتماع. ومن جهته سيعمل جهاز سيبو بشكل مستمر أيضا وقبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أيلول سبتمبر 2018، سيعمل على إبلاغ الأحزاب السياسية بشأن المخاطر والإجراءات التي يمكن أن تتخذ. التقديرات تشير بشكل عام إلى أنه يجب تحسين مستوى الوعي بالتهديدات والتدابير المضادة التي تواجه السويد. أخيرا، ارتفاع عدد السلفيين المدرجين في قوائم المخابرات الداخلية الألمانية. فقد نقلت تقارير صحفية عن مصادر بالمخابرات أن العدد ارتفع إلى 10,000، في حين كان عددهم لدى بدء عملية العد في العام 2011 حوالي 3,800، وفي العام 2015 كان يقارب 8,350 سلفي. وحسب مصادر المخابرات الألمانية فإن غالبية السلفيين ليسوا إرهابيين، بل هناك أقلية داخل السلفية تسعى لتحقيق غاياتها بالعنف. ولكن وفي الوقت نفسه فإن
أن أغلب من تم ضبطهم من الشبكات الإرهابية والأفراد الإرهابيين هم من السلفيين أو تعود جذورهم إلى السلفية. نهاية النشرة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا بريد، إس سي موبلر.